هذا واتهم مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس حكم المباراة بسرقة الانتصار من أسود الرافدين. وقال كاساس في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة التي جمعت المنتخب العراقي بنظيره الأردني وانتهت بفوز الأردن، قال إن حكم المباراة سرق الفوز من العراقيين بقراراته التحكيمية غير المنصفة. وشهد المؤتمر الصحفي انسحاب الصحفيين بعد مشادة كلامية مع مدرب المنتخب العراقي. شكرا.